بإيقاعاتها تندي نختم النشرة، حيث تألقت الفنانة والأيقونة لالا بادي بيما زفران بزيرالدا في أداء الأغنية الترقية. رشيدة بنسولة حداد حضرت الحفل. انهلالي وإيديني دهنة وإيا دولهن إشويدا عناوين بارزة في المسيرة الفنية للأيقونة لالا بادي أتحفت بها جمهورها سهرة أمس. هي نانا نكو دي وغد الفرقاني انتان جيتار دي وغد الفرقاني انتان تيندي رهي غا تتنهيم ان هي نكون ان جاوا مرحبا ان جاوا ما نوين ان جايا ما نوكل وها نغدي وين اسدي هاد غن السياخ ان جاس مرحبا ان جايا يدي نتغرد وين الدزاير. هي أهازيج تندية من التراث الوطني التارجي العريق ورقصات متناغمة تعكس عمق الأهجار. تدخل في اطار تطوير الثقافه ككل، ولالا بادي هي على كل حال معروفه باغنيتها الصحراويه تمثل الثقافه ككل. مندمجين في برنامج الوزاره والمجمع لتطوير واعداد نشاطات تعمل على ترويج سياحه هنا في داخل الوطن. تألقت الديفا أمس في مزفران كما عهدها جمهورها خارج وداخل الوطن. وأنا حضرت لها بالمناسبة حتى في دول أوروبية برا في الخارج. عندهم ستيل تاع الميوزيك نادر بزاف.